أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن أعضاء من مجلس الأمن الدولي سيزورون دولة الكويت ومنها إلى بنغلاديش ثم ميانمار، وذلك لمناقشة وتسليط الضوء على أزمة أقلية الروهينجا. وأوضح العتيبي أن زيارة تم اقتراحها من قبل دولة الكويت ومساندتها من دول أخرى بالمجلس. بالنسبة للاستفسار عن الزيارة اللي راح يقوم فيها أعضاء مجلس الأمن للكويت وإلى بنغلاديش ومن بنغلاديش إلى ميانمار، طبعا هذه الزيارة تم اقتراحها من قبل الكويت وبعد ذلك تم يعني مساندتها من دول أخرى في المجلس مثل بريطانيا وهولندا وبيرو. بعد مناقشات حقيقة مطولة تم مع الدول المعنية وخصوصا مع ميانمار تم تحديد الزيارة، وراح تكون في يوم 29 و30 و1 مايو. ما زلنا حقيقة في إطار مناقشة بعض الأمور وتوزيع الأدوار، ولكن بشكل عام الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تسليط الضوء على قضية أقلية الروهينجا المسلمة اللي أغلبهم حاليا حقيقة لاجئين في بنغلاديش.